عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. قدم لنا روحك. والله أنا اسمي حسين بن عون، من جزيرة جربة اللي هي يقولوا عليها يعني جزيرة الأحلام، وهي بالرسمي جزيرة الأحلام بالرسمي، خاطر برشا يعني يجونا من غادي من كل بلاصة يجوا باش يعملوا صيف وغادي في جربة. والله كما يقول لك المثل، يقول لك اللي جاها يرجع لها، يعني ما فماش واحد يعني جاها زارها جمعتين ولا شهر ولا شهرين ولا امتو قداش باش يقعد هو ويعني وقال يعني ما رجع لهاش، لا يرجع، فما حاجة تجي تقول له ارجع للجزيرة. يعني تحية لأهالي جربة جزيرة الأحلام. مسيو، نقطة صغيرة مهمة، في الكواليس قلت لي باش نحكي بلهجتي، كان ما يقلقكش؟ أنا بتبيع قلت لك على راسي وعيني وتحية الجربة وكل شيء، علاش قلت هكا؟ هل تعرضت لموقف خايب معناها من على لهجتك؟ والله يعطيك الصحة في السؤال هذا، والله تلمو أنا معناتي السؤال هذا أنا شديدين يعني قلبي معبي على الحاجة هذه، خطر يسر معناتي احنا كنا رانا توانسة، يعني معناتي تونس من بنزرت البنقردين، فهمتي؟ كنا توانسة يعني أنا في بطاقة التعريف مكتوبة تونسي، فهمت؟ يعني من جربة من تطاوين من بنقردين جابسي حامي تونسي، فهمتي؟ كن يعني كلي كي جيت يعني لهنا لتونس، نحكي على قبل مش تو، كي جيت لهنا لتونس والله عرضوني زوس، انا ماشي لهنا في شارع الحبيب بورقيبه، عرضوني زوس يسمعوا فيا نحكي في التليفون يعني بالقاله، قالوا ها مجموعه ورا البلايك جو، يعني اسبوا معناتي انا نحب ولا بنات عطاك ربي يعني مش اولاد بنات، انا كي شديتها قلت سامحيني يا اخي على نابلاك تحكي، فهميني قلت لها معناتها على نابلاك باش انا نجم نرجع عليك اللي جيت صيف فيها في الصيف. اي بيان سير، واحنا من جماعه ورا البلايك يعني قاعدين نقروا قاعدين نتطوروا، انا واحد من الناس كيما هما يحكوا مع البلاد، قالوا انتم تجوا من ورا البلايك، احنا من جماعه ورا البلايك هاني نقرا وان شاء الله ربي ينجحني، والشخص اللي بحذاكم من ورا البلايك ان شاء الله ربي يعطيني نمشي نكمل قرايتي ورا بلاكه المانيا في جنيف وهنا من وراء يوفقك. وعيب ياسر 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 انه احنا في 2023 مازلنا هكا نميزوا ونحكيوا على الجهويات. صح عيب، لا يعني عيب كي تجيني معناتي الميساج هذا يجيني من زوس بنات، والله كان جاني من زوس اولاد نجم نتفاهم معهم نجم نحكي معاهم، اما جاني من زوس بنات يعني حشمت، وانا بطبيعتي حشام معناتي مش يعني كيما نقولوا احنا كالسان داير برقبته، فهمتي؟ هكا والله وروحت الجربة كملت قرايتي وروحت الجربة ورجعت لها توا تونس، يعني رجعت لها بعد الثورة. والله تونس، والله ايش بنقول لك على تونس، قبل الثورة حاجة وبعد الثورة حاجة، يعني والله امبارح هو الاول انا جيت من اول مسين، امبارح هو الاول تعرضت لهنا في شارع في شو اسمه في ساحة برشلونة لهني، والله ايش بنقول لك تعرضت لعملية براكاج، يعني والله من والله انا قلت لك والله يعني معناتها تعرضت زوس يتبعوا فيا، يعني اي يعني زوس شافوني يعني حليت تليفوني نحكي فيه، بعتني انا حطيت تليفوني في الساك خطفت الدوره، معناتي جاني واحد منهم اول مره قال لي عرفتك لغه معناتي عندك صاحبي شعور، انا ديريكت عرفتها يعطيك صحه، مديت له انا البريكيه معناتها حليت ساك مديت نلقى في الاخر جي مراني عمل هيك للساك، يعني في الليل ولا كيفاش الوقت؟ بعد المغرب هو يجبد وانا نجبد، شوفي السنتين بتاع الساك بتاعي كيما نقولوا احنا تشرولت، ما انا قلت لك بنحكي بلهجتنا نقولوها يعني تمغطت كيما نقولوا، فهمتي؟ هو يجبد وانا يجبد، هو يجبد لا انا قلت نسيب ولا هو قال لي نكل، بعث لك يجي معناتي يشبحوا بارك الله فيهم اعوان الامن يعني يسمعوا فينا معناتي انا نجبد وهو يجبد، تعدت يعني الفرزه الكبيره بتاع الحاكم قال له اهرب اهرب قطع راه حاكم جي، كي قال له الحاكم جي انا لبست جاني عون الامن قال لي يا اخي انت منين ديريكت عرفتني براني معناتي والبراني كان الشيطان فهمتي، قال لي يا اخي انت منين قلت له راني من جربه جيت نعدي في الماجستير نتاعي كل شيء، قال لي رد بالك على روحك، قال لي العون معناتي يرحم مالديه في كلمه، قال لي سامحني يا اخي في تونس سامحني، قال لي ايه الغلطه مش منهم هم الغلطه منك انت، قلت له شنو؟ قال لي في تونس، قال لي يعني في تونس، قال لي وخارج بتليفون يعمل قرابات 4 ملايين وتحب ما يتبركوكش، قلت له سامحني يعني انا قاعد نمشي في شارع الحبيب بورقيبه، شارع الحبيب بورقيبه قبل في يمد بن علي، يعني يا حسر على يمد بن علي انا ممكن يجبد على بن علي يعني تشدني كما نقولوا احنا الغصه، فهمتي؟ قديش عمرك توا؟ والله عمري 30 سنه ما زدت كسكرت. نعرفك قديش حضرت على النظام السابق؟
والله انا تونس قبل جيتها صغير معناتها فهمتي، ورجعت لها توا تونس. نبكي على تونس. تونس معناتها تونس فريمون يعني والله، صدقيني معناتها الشباب اللي قاعدين يتبراكوا وقاعدين يخطفوا قاعدين، والله كي نجي اللوم نعذر ما نلوم حد يعني. ما نجموش نبرو السرقه. اي صحيح، اما حتى ما تنسيش في تونس راهو شبابنا قتلهم الجوع، قتلهم العراء وكل شيء، فهمت ولا؟ ما فماش خدم لهنا في تونس. انا اش خلاني معناتي كان فما لهنا خدمه في تونس، معناتي انا نعدي في الماجستير نتاعي لهنا كجراح، فهمتي؟ كي ناخذ الدبلوم نتاعي انا ليش نمشي لجنيف غادي يعني نعدي على القوره غادي، نقعد هنا في بلادي ونعدي على ذر بلادي وبنوتي بلادي هنا يستحقوني في تونس خير. يعني كي تلقى فرصه عمل في تونس تبقى في تونس ولا لا؟ والله بصراحة نحكي لك بصراحة لا والله لا، خطرها تونس ما توصلش لهنا يعني في. انت من قبل مقرر انك باش تكمل قرايتك في المانيا؟ والله مانيش انا مقرر، خاطر النيفو نتاعي هو المقرر. النيفو نتاعك فوالا. ولا المستوى نتاعي هو المقرر يعني. ما شاء الله عليك. اي ويعني الاساتذه والبروفات يعني من اللي انا تعديت باك سيونس تعديتها يعني ب 18 فاصل. ما شاء الله 75 يعني من وقتها يعني حطوني في مخهم قالوا لي معناتها باش تكمل الماجستير نتاعنا وكل شيء، فهمت ولا؟ ومن اللي انا صغير معناتي نحلم معناتي باش نولي جراح، يعني جراح نتاع كلاوي. ما تفهمونيش بالغلط، راني مش تبع كلي يبيع في الكلاوي، لا جراح كلاوي. اي والله بالحق، والله نحكي على جربة ونحكي على تونس. جربة وتونس فما فرق بعيد ياسر. جربة ريتي جربة فيها الامن والامان. جربة نمشي بساكي هكا ولا نمشي به هكا ولا ما يمسها حد ما يحارب احد. هاي نحكي لك حكايه، والله مره منهم انا مشيت نعمل في قهوه في جربة تحديدا معناتي في اللوتوفاج، يعني نسيت عندي زوز تليفونات، هزيت تليفون ونسيت تليفون فوق الطاوله. يعني مش ابار هو السيرفر رجعوا لي على خاطر اني ولد بلاد ولا حاجه، لا والله رجعت له بالتاكسي وكل شيء، ورجعت له معناتي كان بعد ثلاثه سوايع بس تفقدت، يعني رجعت له قال لي لا صاحبي ها تليفونك وكل شيء. يعني شو الديفيرونس ما بين هني يحب يهز لي تليفوني وغادي ما بين السيرفر رجع لي تليفوني. تونس بصراحه علاش انا قلت لك تونس نبكي عليها بالرسمي، نبكي على تونس بالرسمي. انا تلمو والله صدقيني انا نحكي لك على تونس وانا ما عنديش دمعه شادها، معناتها نبكي على تونس، نبكي على ذر بلادي، نبكي على بنوتي بلادي. يعني تونس فسدت ما عادش كيما قبل، للاسف ياسر زاده ما عادش كيما قبل. ما انت لهنا ريتي لهنا في تونس شنو حك راسك اعمل مظاهره، ريت هذاك مو مش زعام فيها يعني، حك راسك اعمل مظاهره. علاش قتلنا الجوع قتلنا العراء؟ لا ما فماش جوع ما فماش عراء. اللي يحب واحد من الشباب اللي يحب يخدم على روحه، واللي يحب يوصل على روحه. هاني انا مثل تحديدا، انا وقت اللي خذيت الماجستير نتاعي وخذيت كل شيء، كي اقترح عليا يعني البروف نتاعي قال لي باش تمشي لتونس تكمل قرايتك وكل شيء باش تمشي لالمانيا، والله ما قلتش لي. انا من هكا الجماعه ريتي، من هكا العباد اللي يتشبتوا في الحياه، يعني درجه لن نطلع بصراحه. من هكا ربي فوقكم من حسن الى احسن. من هكا الجماعه ننشد ورسالتي لكل واحد شاب يعني تونسي، ورسالتي لكل كل شابه تونسيه بصراحه. بالنسبه لبناتنا التوانسه نحكي لهم راهم، بالنسبه لبناتنا التوانسه برشا براينيه ليبيه وتزيريه ومغاربه وكل شيء يجوا لهنا يقولوا بنت تونس بها وعليها وبها وعليها. بنت تونس قولها تشرفك وتعرفك، وبنت تونس بنت بوباي وامي، وبنت تونس ارجل من 10 رجال توانسة، وأرجل من 10 رجال ليبي وتزيري ومغربي. بنت تونس اللي أنت تحكي عليها تقول بنت تونس راهي بها وعليها، بنت تونس فيها المحامية، بنت تونس فيها القاضية، بنت تونس فيها الطبيبة، بنت تونس فيها المحامية، فيها اللي يخدموا مع الحاكم. يعني بنت تونس بالحق. أنا لكان نمشي لألمانيا ونقد أوراقي وكل شيء، يعني باش نروح لتونس ناخذ كان تونسية بالطبيعة ناخذ كانت تونسية، خاطر بنت تونس بنت تونس كما يقولوا فيها، كما نقولوا احنا الجرابة نقولوا بنت تونس فخار بكري، بنت تونس زمنية،
معناته ليه بنت بالطبيعه بنت تونس حره، ولو انه انا الكلمه هذه تنرفزني يا اختي. حره يعني والله حره يعني خطر عليه طيب بعد الثوره. علاش بعد الثوره؟ بعد الثوره قالوا احنا عملنا ثوره على الحريه بالله. ايه مش الحريه ذيك، حره كي يقولوا الطفله الطيب اللي يقولها يعني حره. سامحيني يعني حريه يعني كي شبابنا يتبركوا هيك حريه، حريه كي شباب حريه من نوع اخر. هذيك حريه، الحريه راه الحر اللي يقول راني حر بالرسمي يقف لبلاده يقرا يطور بلاده. صحيح. يخاف على بنت بلاده، بنت بلاده كي يقلقها واحد فهمتي يخاف عليها بنت بلاده مع يحميها حسبها امك حسبها. مش يقول ليه ما همتيش، لا كان كل واحد يقول ليه ما همتيش ما صايم على الدنيا سلام يعني تونس صايم شات في هاويه. ما فهمتي على كل. يعطيك الصحه ومرحبا بك مره اخرى في تونس. يا عيشك.